في أولى تجاربها في التمثيل أو ثاني تجاربها في المسلسلات تحديدا، لأنه كان عندها فيلم قبل كده. تقوم الفنانة شيرين عبد الوهاب ببطولة مسلسل طريقي الذي يتناول رحلة فتاة تعيش في إحدى القرى الريفية وتعاني باستمرار من القهر والتعرض للظلم من أفراد أسرتها بسبب عشقها للغناء. طبعا يشارك شيرين البطولة الممثل السوري باسل خياط والفنانة سوسن بدر ومحمود الجندي وأحمد فهمي. ومعنا من القاهرة مؤلف مسلسل طريقي تامر حبيب. طبعا بنرحب فيك معنا تامر وبنقول لك كل عام وانت بألف خير. وخليني أبدأ معاك من الجدل حول المسلسل، هل هو قصة حياة شيرين فعلا أم أنه لا هي قصة وشيرين زبطت مع الدور؟ الأول كل سنة حضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين طيبين. لا الحقيقة يعني ما اعرفش ليه انتشرت مقولة انها قصة حياة شيرين، لان يمكن لانها قصة بنت عايزة تغني، بس هي الحقيقة ملهاش علاقة بقصة حياة شيرين خالص. ويمكن الموضوع ده ابتدى يتأكد جدا من اول الحلقة الاولى، لان احنا حتى احداثنا مبتدية من اواخر الستينات، حياة شيرين لسه ما اتولدتش في الدنيا اساسا، وفي قرية، وشيرين بنت القاهرة، وملابسات حياة الشخصية، شخصية دليلة في المسلسل ملاش أي علاقة بملابسات حياة شيرين. التشابه الوحيد إن دي كانت عايزة تغني ودي كانت عايزة تغني، فيمكن الربط جه من هنا. أيوة. طب مين اختار شيرين؟ ما فيش أي تشابه. مين اختار شيرين خصوصا أن تجربتها الأولى في التمثيل يعني ما كانت كثير ناجحة خلينا نقول؟ بقول لك الموضوع هو اللي اختار شيرين. يعني لما قعدنا انا ومنتج المسلسل واستقرينا على فكره مسلسل غنائي عن بنت عايزه تغني، فانسب حد وكان لازم البطله تبقى بتغني، لانه خلاص خلصت بقى مده ان احنا نجيب مغني ونركب عليه صوت حد، سوري ممثل ونركب عليه صوت حد بيغني، وفي نفس الوقت هي الغنى جزء اساسي جدا من الاحداث، فكان لازم تبقى مطربه ومطربه مصريه. فشيرين من حيث السن ومن حيث مواصفات الشخصيه هي كانت انسب واحده، فالدور هو اللي نده لشيرين. بس يعني كيف شيرين انسب واحده؟ يعني الموضوع بدا من مرحله البطلة فيها شوي يعني أصغر يمكن من سن شيرين. ما هو شيرين لما عملنا لما اولا شيرين شكلها صغير، يعني الحمد لله ده التعليقات اللي ابتدت تجي لنا خلاص من بدايه عرض المسلسل، انتوا ازاي صغرتوها كده؟ هو الحقيقه احنا ما صغرناهاش، بس هي يعني ينفع يبقى شكلها مناسب للسن ده. فده يعني انا لمعرفتي الشخصيه بشيرين كمان وعارف انها يعني قليله وتصلح ان هي تعمل ده، عملنا بروفا على الشكل كده لقينا انه مناسب جدا، والحمد لله كل الاراء شايفه انه مناسب جدا. ايوه لا صراحه هو في الهاشتاج يعني بس تاكيدا لكلامك في هاشتاج طريقي كثير ناس برضو بيتكلموا عن انه هي قد ايش طلعت فعلا مناسبه للدور وانها فاجاتهم. بس خليني كمان يعني انقلك على جزئيه ثانيه برضو الناس بتتكلم عنها، انه المسلسل متاخر في التصوير وانه احد اسباب مشاكل التاخير هذه مشاكل بين شيرين والمخرج ومشاكل شيرين في التاخير ايضا. لا هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحه، انا قريت الكلام ده ونزل على مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. بس الحقيقه انه فعلا ده ملوش اي اساس من الصحه. واحنا زينا زي حوالي 80 او 85 او يمكن 90% من المسلسلات اللي لسه بتتصور لغايه دلوقتي، الوقت مش خادمنا قوي، وبالذات ان احنا كان عندنا سفر اكتر من مره في المسلسل. أيوة. سافرنا اسكندريه مرتين وسافرنا لبنان مرتين وعندنا لوكيشنز كتيره قوي، مواقع تصوير كتيره قوي اتنقلنا بينها، فكان طبيعي ان 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 يعني ان ان الوقت ده شيرين ملهاش علاقه بيه، هو الموضوع ليه علاقه بزمن تنفيذ المسلسل. لكن الحقيقه ان ما حصلش اي خلاف بجد بين شيرين وبين المخرج، وشيرين ما تسببتش فعلا في اي مشكله تخص وصولنا لغايه الوقت ده في التصوير. يعني ايوه انا تامر خليني يعني عندنا بعض التغريدات هنا عندنا في البرنامج اللي الناس كتبوها في هاشتاج طريقي، يمكن هذه واحده منها كانت بتقول انه رائع مشهد غناء شيرين لشادية في طريقي، طريقة تمثيلها وحركاتها على المسرح مدهشة، اقنعتني فعلا انها بنوتة لاول مرة بتقف على المسرح. طبعا يعني هو العمل زي ما انت ذكرت انه غنائي، شيرين فعلا بتغني في كثير اماكن يعني في المسلسل. ما حسيت انه مغامرة في وسط رمضان انك انت تعود بعمل يعني غنائي؟
والله بصي انا يعني انا من هواة الاعمال الغنائيه، يعني انا ذوقي الشخصي بحب الاعمال الغنائيه، وكان عندي طول الوقت حلم ان انا اكتب حاجه فيها غنى. فلما لقيت ان ده ممكن تنفيذه انتاجيا وحصل الاتفاق بيني وبين منتج المسلسل على كده، فانا بالعكس انا شايف انه ده اختلاف وشويه ممكن يدينا تميز، لان مفيش من زمان قوي ما شفناش مسلسل مبني على الغنى او الغنى ليه دور اساسي فيه. فانا كنت شايف ان ده لا ده اختلاف، والاختلاف ده هيعمل لك تميز ويعمل لك طعم بتاعك انت بس. ايوه طيب تامر، خليني قبل ما ينتهي وقتنا استغل وجودك معنا بما انك انت يعني واحد من نجوم السيناريو في مصر، هل في اعمال قادمه؟ نعم. سمعنا عن افلام ممكن تكون مع يسرى كمان. ان شاء الله ان شاء الله في بعد ما نخلص بس من زحمه التصوير والشغل في رمضان في فيلم مع اخراج استاذ هادي الباجوري وبطوله ان شاء الله الفنانه الجميله يسرى والفنانه الجميله منى شلبي، ولسه ما استقرناش على بقيه الكاست. فيلم اسمه اهل العيب، ان شاء الله هندخل نصوره بعد رمضان على طول باذن الله. تشعر انه طريقي حينظلم في رمضان ولا لا هو الوقت الانسب لعرضه؟ والله الحمد لله. بصي يعني النهارده 2 رمضان، والنهارده كانت بتتعرض الحلقه الثانيه يمكن من اقل من ساعتين. رد الفعل اللي حاصل انا شديد السعاده بيه، فالحمد لله. لا احنا مش مظلومين، المسلسلات كلها بتتظلم في رمضان. أيوة. وبتتشاف اكتر وبتتشاف بروقان اكتر بعد رمضان. أيوة. بس في الاخر الحمد لله رد الفعل من اول حلقه. طيب. الحقيقه يعني اسلك صدري يا رب ان شاء الله يستمر كده. طيب بالتوفيق يا تامر، كان معنا من القاهره مؤلف مسلسل طريقي تامر. بسي. حبيب شكرا لك.